ياه، كل اللي عملته في حياتي يضيع في شحنة موبايل. يا دولا معلش، ما انا قلت لك يا دولا غير رقم تليفونك وانت اللي ما سمعتش كلامي. غير رقم تليفوني؟ يا نهار اسوح يا ابني، يا ريتك كنت موجود ساعة الغسالة ما ضربت، كانت شفطت مخك غسلته ورجعته لنا مثلا شبه نضيف ولا حاجة. يا ريت يا دولا، يا ريت. معلش يا حبيبي، معلش يا دولا. وبعدين ما ضاقت الا لما وسعت يا دولا. بص، وسع من قدامي عشان عايز اشم هوا. كفاية الاجهزة اللي ضاعت عندي، ده كل حاجة ضربت في بعض. يا دولا ابعد عني خالص. استاذ عادل ما تعترضش على قرارة ربنا، الله جاب الله خد الله عليه العوض. الله خد رمزي يعني معروفه طبعا. هعمل ايه؟ هعمل ايه طيب يعني؟ وبعدين يعني اتصرف ازاي في حاجه زي كده؟ ده بقول لك كل الاجهزه اللي عندي ضربت، ما عنديش ولا جهاز واحد سليم. هعمل ايه؟ معيش فلوس. مشكلتك يا استاذ عادل ان انت بتتعامل معايا انا على ان انا قهوجي، بنزل قهوه وشاي بس. لا، ما انت بتنزل ينسون وبتنزل كوكتيل، حد قال لك حاجه؟ مش قصدي يا باشا، انا قصدي ان انا احب اريح الزبون، وياما بعون الله حليت مشاكل وعالجت زباين كتير قوي. يا دي حته انت لاقي تاكل اصلا علشان تسلفه فلوس يعني؟ يا ابني وهو يجيب اجهزه ليه اصلا؟ امال اعمل ايه يعني يا فكيك؟ انا اقول لك يا باشا، بدل الثلاجه قلتين، واخد بالك؟ بدل الغساله تشطير، بدل البوتاجاز وابو ريت، بدل التلفزيون. اعمل ايه حلها دي؟ مش عارف يا باشا، عجز عقل عن التفكير في دي. دول انا عارف، على فكره انا عارف. قول يا خاربها. بدل التلفزيون تلفزيونين. على اساس من كل حاجه اتنين هو قال كده؟ فانت ولا اي زيطه جاي فيها، مش عايز اسمع صوتك خالص. وبعدين حتى لو انا نويت اجيب الحاجات دي، اجيبها منين؟ محدش بيبيع الحاجات دي. خلاص يا باشا، طلبك موجود، عيب. ده انا حته برضو المعلم ميمون الرجعي، وده تليفون اهو وعنوانه كمان. ميمون الرجعي؟ مفيش ميمونين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ اهلا يا ابني، امرني تجدني. ايه ده، هي اسمها امرني تجدني؟ ده انا طول الوقت فاكرها غلط، يعني ابجني تجدني. اكيد انت الصح يعني. الجيل الجديد افسد اللغة يا ابني. انا حزين حزين حزين. لا يعني حضرتك ما تبقاش حزين ولا حاجة، ان شاء الله ما فيش لغة فسدت ولا اي حاجة حصلت، كله تمام ان شاء الله. لا، انا ما زلت ولا زلت وسأظل حزين حزين حزين. انا مش عايزك تبقى حزين ولا حاجة، يعني احنا بنتكلم مع بعضينا، ما فيش اي حاجة يا عم ميمون يعني. معلش يا ابني، مش عارف ليه قلبي انفتح لك. والله وانا كمان قلبي انفتح لك. بص بقى، عشان كده حضرتك انا محتاج منك ايه؟ محتاج قلتين على مقاشتين رز على طشتين على زيرين، يعني حضرتك كأنك بتجهز الست والدة والدك يعني. ايه ده، انت داخل على دنيا جديدة، هتتجوز ولا ايه؟ هي صراحة مش جديدة قوي. ايه، العروسة كانت متجوزة؟ لا حضرتك فهمتني غلط، انا اصلا الاجهزة اللي عندي الكهربائية كلها ضربت ومعيش فلوس اجيب غيرها، ففكرت اجيب يعني شوية الاجهزة دي مؤقتا. كل شيء في الحياة مؤقت. لا مش كل شيء، يعني مثلا العربية بتاعتي هي عندي بقالها فترة طويلة جدا وما بفكرش غيرها خالص. ممكن الظروف تخليك تضطر تبيعها. صح. طب ياسمين بنتي، وجودها عندي مش مؤقت، دي بنتي بقى. بنتك دلوقتي، لكن بعد شوية هتبقى بتاعت جوزها. صح. طيب انا نفسي اهو عندي على طول يعني، حضرتك يعني من زمان وعلى طول ان شاء الله. الانسان نفسه في الحياة وجوده مؤقت. طب اعمل ايه يعني؟ بلاش اشتري الحاجة دي واروح يعني ولا ايه؟ انا كده كده هديلك اللي انت عايزه، انا بس بنور لك طريقك. الجهاز جبته اهو يا ماما، عايزين حاجة تاني؟ لا يا حبيبي. طيب الغدا جاهز يا رانيا. يا رانيا يا عادل، يا عادل اعمل ايه بس يا عادل؟ ما انا كنت بحاول اولع البابور، ما كانش عايز يولع. البابور مش عايز يولع ليه؟ انا مش جايب لك كل العدة بتاعت البابور؟ اعمل ايه؟ ما كنتش عارفة اسلك البابور، مش عارفة اسلكه عادي يعني. مش عارفة تسلكيه ازاي؟ ما انا مش جايب لكم ايه بابور يا جماعة. انا قلت لها يا رانيا اديله نفس من الكباس لغاية ما يطلع جاز، وحطي بعد كده عود الكبريت هتلاقيه وهوج، لكن مراتك ما بتسمعش الكلام. يو يو يو، الفيونيا الفيونيا هي اللي عطلانة بقى افهمي. فيونيتي اللي عطلانة؟ ده يا جماعة سهل جدا، موري البابور وهاتي التاني وانتشي على طول. ماما
هاتي الزهره والبطاس من جنبك عشان مش قادره اقوم، ركبي قفلت. حاضر حاضر، خدي امسكي. يا ابني يا ابني، ايه ده؟ ايه الجلخ اللي على لياقه قميصك دي؟ عماله تعطي فيها نصوب مش عايز تنضف. وانا اعمل ايه اكتر من كده؟ انا حاطط منديل على الياقه، واعمل ايه اكتر من كده؟ وايه ده؟ ايه ده؟ استنى اوريك. ايه ده؟ شرباتك دي ريحتها زفره، وعماله ادعك فيها من الصبح برضو مش عايزه تنضف. خلاص هبقى البس صندل. يلا يا رانيا، يا رانيا حصلينا على اوضه النوم وجهزوا الاكل يا جماعه، جعان يا جماعه جعان. بابا خد سفر نفسك بالميه دي لحد ما الاكل يجهز. شكرا يا ياسمين يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه اللي في الميه ده؟ كنت هعمل ايه يعني؟ كان لازم احط الليمون عشان يسقع، حطيته في القله. شفت بقى مراتك الخايبه بوظت لنا القله الحيله. اوعي اوعي تقولي كده على بنوتي بعد كده يا اختي. يعني بصي انا بقول لك ايه، بنتي عمرها في حياتها ما بتبوظ حاجه، انتوا اللي بايظانين كلكم. ايه لا يا كارف، قلنا كارف. بس خلاص، بطلوا خناق بطلوا خناق، هتهدفوا بعض بالبقى. وبعدين ها بالجاز وهحدف عليكم كلكم. خلاص رانيا حصلينا على الاوضه، مش نافع معاكم حاجه، حصلينا على الاوضه بس يا بت. النهارده تعبت قوي، طول اليوم قاعد على رجلي في البازار. سلامتك يا بيبي، الف سلامه يا حبيبي. الله يسلمك. عارفه ما فيش حتى خمس دقايق الواحد ريح فيهم وقام وقف مثلا، على طول قاعد 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 كده. الدرجه دي تعبت يا بيبي؟ اه تعبت قوي النهارده. ايوه ايوه ايوه، على الرجل دي بقى كمان، والرجل الثانيه، الرجل الثانيه كمان شويه. ايوه يا تسلم ايديكي يا رانيا، تسلم ايديكي. انت لسه شفت حاجه؟ وريني وريني. ايوه الملح ده مهم قوي. ايوه حطي شويه ملح كمان. استني كده. لا دلع شويه. يا ريت بقى شويه فلفل اسود، فلفل اسود كمان عشان ايه، تعبان قوي قوي يعني. بس حلو كده حلو كده. بيبي انا عايزه اشتكي لك. ايه خير؟ حد ضايقك؟ مغلسين عليا، واخدين حاجتي، مش سايبين لي ولا ابره بابور واحد بس، والجاز بيشطبوا عليه اول باول. انا شاكه ان البنت سناء بتشربه. شاكه؟ اكيد يا ماما بتشربه. يا ماما مش شايفاه مولعه ازاي؟ حتى لو تلاحظي وانت ماشيه من جنبيها كده تلاقي نفسها جاز كله. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انا واعيه وناصحه ومشغله دماغي، ببعد كل عواد الكبريت عن بقها. ايوه مش ناقصين مصايب والنبي. بس بقول لك ايه بيبي، والنبي والنبي حبيب قلبي، انا عايزه حاجتي الخاصه بيا انا، ادواتي الخاصه المنزليه، عشان اعرف احضر لك حاجتك واكلك وشربك قبل ما تيجي. عايزه ادوات ليكي لوحدك من غيرهم يعني. عينيا ليك. السلام عليكم، ازيك يا عم راجحي؟ اهلا سيد عادل. ها ايه اخبار العده اللي اديتها لك؟ كويسه ومية مية، بس انا عايز عده خاصه بقى للمدام عشان الاشتباكات يعني. ماشي، بس قول لي ايه رايك بقى في الحياه دي من غير تقدم وصخب وضوضاء؟ والله تعبان شويه يا عم راجحي. يبقى ارجع كمان. ارجع فين؟ ده انا ما صدقت وصلت هنا ادب المشوار ده تاني. افهمني، كل ما ترجع بزمنك لورا كل ما تستريح اكتر. ايوه بس يعني ارجع بزمني ازاي؟ قول لي انت، يعني نستفيد منك؟ منك نستفيد؟ انت عايش كده نصك في الغساله ونصك في الطشت. ايوه بس اهم حاجه الياقه تنضف. عشان تنضف لازم توحد زمنك، كل ما تخليت عن تقدمك كل ما ترتاح اكتر. سيبك من الوابور. اسيبني من الوابور؟ طب واكل ازاي؟ ارجع لعصر الفحم. فحم؟ ده فكره. وبرضو افض الاشتباكات على مين اللي يعمر الوابور. حمادي خلصي بقى، عايز اشرب شاي باللبن. خلاص انا زهقت، انا مش قادره انام خالص، دي غبيه وحنديه. ايه مش عايز تجيبي نقطه لبن في البتاعه دي يا شيخه؟ اف انا هضربك. بلاش العنف مع الحيوانات يا حمادي. انا خلاص دراعي اتخد، لحد يجي ياخد مني الرحايه دي شويه. انا يا سناء جايب الرحايه دي مخصوص عشان تهدك وتاثر لسانك شويه كده. انا خلصت الزبده، حد بقى يقلي البيض، وبعدين انا مش هعمل حاجه تاني، انا خلصت خلاص. حل بقى يا دوله بقى. ايه اللي حصل يا ده رمز؟ يا عم المعزه اللي انت جايبها لي دي في البازار يا دوله مجنناني خالص يا عم، ساعه جنبيها ومش عايزه تبيض.
يا اهبل، استنى تبيض يا اهبل. ايوه دول. ايوه يا دول. ايه يا دي محله صغيره يالا ما بتبيضش يالا. يا عم صغيره ايه يا عم، دي بتمقمق. طب ما انت بتنهق، معنى كده ان انت بتبيض. اه صح يا دول. خلاص يا جماعه، انا خلصت الطبيخ كله وخلصت الخروف واستوى. سيبي لي الجناحات بقى يا رانيا. جناحات ايه يا عبيط؟ ده خروف، هو الخروف عنده جناحات؟ هنسيب لك القوانص. رانيا انت مش خلصتي؟ تعالي خدي مني الرحاله دي، شويه دراعاتي وجعتني. يا قليله الادب بقى، مش معقول كده. مش عارفه تنقطي نقطه لبن واحده بس، حرام عليكي. ايه ايه، ما فيكيش لبن؟ حماتي حماتي بالراحه عجدي شويه سايسي عشان انت اللي اسمك رانيا، تعالي مكاني شويه. نيفر ايفر سوري، انا اتفقت معاكي ان انا هطبخه بس. تطبخي ايه انت؟ مصدقه انك عملتي حاجه للخروف؟ ده انت حطاه قدامك وما لمستهوش، انت قاعده بتتفرجي عليه. يا جماعه ما ينفعش، انا شامم كده ريحه خناق. خناق خناق طبعا، ما انت مدلع مراتك، لكن امك واختك مبهدلهم. يا ريت تسكتي بقى خالص وتحطي لسانك في بقاتك، ها، وخليكي في القربه المخموخ غومه دي اللي انت معرفش بتعملي بيها ايه، ورانيا في الخروف اللي بتطبخه، وانا في المزرعه مش بتجيب لبن، وست زناب في الحرانيه اللي هي بتطبخها دي. على فكره انا مش هسكت، وهمسك البتاعه دي وارميها فوق. يا جماعه ما ينفعش، يا دخلوا مع بعض وانا واقف. وبعدين انا مش هسكت بقى ولازم اتصرف، واضح ان ايه العصر ده مش نافعكم، انا هتصرف. كنت معاك يا دوله والنبي. لبيني بقى يا عم رجعي، انا تعبان تعبان. ارجع ارجع كمان. ارجع فين؟ انا خايف لو رجعت اكتر من كده اتزحلق في عصر الفراعنه. الزمن ده مش زمن، رحلتك عبر الازمنه هي اللي هتريحك. ورحله عبر الازمنه دي اركب لها ايه؟ اركب لها ساعه حيطه مثلا؟ لا، قانون الاستغناء والترفع عن كل ما هو حديث. ما حضرتك انا مترفع عن كل ما هو حديث لدرجه حضرتك ان انا بشرب الشاي على الفحم وبقعد استنى المعزه لما تحن عليا وتديني بقين لبن، وفي النهايه بتطلع جدي مش معزه. اترك عصر المعزه والفحمه ورجع بالزمن خطوتين لورا. طب الخطوتين اللي هرجعهم يمين ولا شمال؟ عشان حضرتك وانا راجع تهت في الطريق. تبقى مش شايف. ايوه طبعا مش شايف، اذا كان حضرتك راجع بظهري ولا في مرايه ولا فيه باب. عصر الحجر، عصر الرجل القوي المتين اللي صيحته كانت تهز نساء العالم. ايوه انا عايز العصر ابو صيحه اللي بتهز نساء العالم ده. حضرتك ايه ادواته بقى العصر ده؟ عندي وحدها لك بتخفيض يناسب العصر بتاعها. ايوه كده يا عم راجعي. ايوه رجعني بقى، رجعني رجعني. ما تقلقش، المشوار ده انا مشيته قبلك وانت هتكمل المسيره. قصدك بقى هرجع المسيره. عيدة عودة، أنا بدي أديها بدي أديها.
هيا هيا. كده انا خايف لو رجعت اكتر من كده هرجع لعصر بقى مفيش حد فيه غيري يعني. ارجع وما يهمكش، ارجع ولا يهمك، استغنى عن كل حاجة، هتعيش سعيد، واي اداة لاي عصر عندي حدها لك. ارجع واستغنى عن تكنولوجيا العصر. الو، البورصة عالت؟ ده حاجة فل قوي، ومية مسا على العيون المدعمسة. ايه في ايه؟ ايه اللي حصل يا عم راجع؟ لا ريح انت شوية، ارجع لغاية لما اشوف المكالمة بتاعت البورصة دي. ماشي شوف. ايه في ايه؟ الويندوز تقيل شوية. ده ويندوز حجري ولا ايه؟ بقولك ايه، معاك فلاشة؟ ايه الفلاشة دي؟ لا معيش حاجة. سي دي، اي بوت، اي حاجة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا معيش اي حاجه منهم، عايزهم ليه يعني؟ ايوه ظبط لي الدش، انا عايز الاوروبي شغاله على التلفزيون البلازما. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه في ايه يا عم؟ انت بتستهبل ولا ايه؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ انت بتستهبل فعلا يا عم، عمال ترجع فيا لورا، ترجع فيا لورا، وانت حضرتك ماشي لقدام قاسح. هو انا مش قلت لك كل شيء معقد؟ قلتلي. خلاص زعلان ليه؟ زعلان عشان حضرتك بهدلتني معاك. طب ايه رايك لو قدمتك لقدام شويه وعملت لك رحله انت والاسره تصيفوا في القمر؟ في القمر ده انا بقى اللي هوريك النجوم في عز الظهر. عملت ركع فارجع ارجع ارجع. رانيا السلام عليكم. رانيا يا رانيا رانيا. ايه عادل حرام عليك، وانت جيت؟ جيت من بدري يا رانيا، ايه خير في ايه؟ معلش يا بيبي، اصل انا كنت بقرا الجنان كده ومندمجه في موضوع السفاح اللي اسمه شنقيط. سفاح اسمه شنقيط؟ ايه السفاح ده يعني بيعمل ايه؟ ايه عادل في ايه؟ هو انت على طول كده منعزل داخليا وخارجيا ما عندكش اي معلومات؟ ده سفاح، سفاح الهرم المشهور. سفاح الهرم ده غير بقى سفاح المعادي بقى. ايوه يا عادل، ما هم دلوقتي بقى الجديد بقى ان هم بقوا يعملوا لكل منطقه سفاح، سفاح الهرم المعادي، بولاء الخيمه، 200 عقبه. 200 عقبه وبولاء الخيمه، ده ايه السفاحين العجاب دول؟ والسفاح المره دي بقى تخصص ايه؟ اطفال. تخصص اطفال؟ ما مش هيغيروا ابدا، مفيش مره يطلع مثلا سفاح بتاع نسا وولاده. قصدك ايه يا عادل يا سعيد؟ لا ما قصديش حاجه يعني، انا بس حاجه جت في دماغي كده. وده بيخطف العيال بقى يعمل بيهم ايه؟ عادل هو انت في حد قالك لا سمح الله ان انا بخطف العيال؟ ما اناش عرفني، بس هو بالعقل كده في الغالب هو بيخطف العيال عشان يشحتهم ويسرحهم، يشحتوا في كل حته. يخليهم اولاد شوارع يعني، معروفه الحكايه دي. رانيا هي ياسمين فين؟ ياسمين في اوضتها يا بيبي، مش عارفه اليومين دول كده بحسها انها مكتئبه. لا مكتئبه ايه يا رانيا؟ دي طفله يا ماما، ما تفهمش لا اكتئاب ولا غيره. كل ما في الموضوع يعني مثلا انها مش لاقي حد تتسلى معاه، طفل اصغر منها اخوها تلعب بيه تلعب معاه كده يعني. مش عارف بصراحه، بس اللي انا متاكده منه ان هي مش في المود، مش متظبطه كده. طب تفتكري ليه يعني؟ مش عارفه يا عادل، بس انت عارف بقى انا خايفه تكون بقى عرفت عن موضوع السفاح، وانت عارف بقى الولاد نفسيتهم وخيالهم واسع بقى، وتفتكر بقى ان في حاجات وحشه هتحصل وبتاع ومصايب كده يعني. لا لا لا، واضح ان انت اللي قعدتك مع سناء خليت لك دماغك يعني تلسع. ياسمين مطمنه وعايشه في امان الحمد لله، وهخش اطمن عليها انا دلوقتي. ماشي.
ازاي يا حبيبة بابا؟ ايه ياسمين يا حبيبتي؟ ايه مالك يا حبيبتي؟ يعني انت يعني يا بابا مش عارف في ايه؟ لا مش عارف في ايه، قولي لي انت بقى في ايه؟ بابا انت عندك كام بنت؟ ايه اللي عندي كام بنت ده؟ انت هتوديني في داهية مع ماما؟ مفيش غيرك طبعا يا حبيبتي، يعني انا هتجوز عليك واخلف كمان، معقولة يعني يا ياسمين؟ يا بابا انا ما قصدتش كده، انا اقصد يعني انا بنتك الوحيدة صح؟ طبعا بنتي الوحيدة والجميلة واجمل بنوتة في الدنيا كلها. بابا على فكرة يا بابا انت ما بقتش تفسحني ولا تيجي تزورني في المدرسة ولا تجيب لي طلباتي. ما جبتلكيش طلباتك يا ياسمين، انت ناسية لما طلبتي مني ايس كريم، جبتلك ايس كريم حتى من الامارة اللي هو ابو عصاية، وجبتلك كيس بطاطس كبير جدا كده، هو ما رضيتيش تديني ولا بطاطساية واحدة حتى. يا بابا انا مش قصدي الحاجات دي. امال قصدك ايه يعني؟ يعني انا كم مرة اطلب منك فلوس اشتراك الباص وانت تطنشني. اه فعلا صح يا ياسمين. بابا انت عارف يا بابا ان الباص ده مش بتاع المدرسة، ده بتاع السواق، وكمان السواق ده دايما يفضحني قدام اصحابي. ده سواق قليل الادب، يعني ايه يفضحك قدام اصحابك؟ عموما يا ياسمين يا حبيبتي انا اسف، خلاص بعد كده يعني مش هنسى، يعني انا بجد نسيت خالص يعني. انت يا بابا دايما ناسيني. ايه دايما ناسيكي ده؟ لا يا حبيبتي انا عمري ما انساكي طبعا، اي حاجه انت عايزاها انا عنيا ليك يا ياسمين، بس اهم حاجه الفتره اللي جايه دي مش عايزك تتكلمي مع اي حد غريب، يعني من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت. يعني اروح فين يا حسره؟ يا حسره؟ انت بقيتي بيئه كده ليه يا ياسمين؟ ايه يا حسره دي؟ قولي يا خراشي. يا خراشي. مش عارف اجيب الفلوس بتاعت الباص بتاعت ياسمين دي منين. هيا رانيا، هيا رانيا، مالك يا رانيا؟ ايه في حد حصل له حاجه؟ ياسمين بنتي؟ امتى الكلام ده حصل؟ وانت كنت فين يا هانم؟ طبعا عند الكوافير، ده اعز ما املك يا رانيا، يا رانيا دي هي دي اللي فضلالي في الدنيا يا رانيا. هبلغ البوليس طبعا، هعمل ايه؟ يعني ايه ما بلغش البوليس؟ الله الله الله، هو مش عارف هو عمل ايه؟ دي بنت انا وانا هسكت؟ ماشي يا رنا انا هتصرف. سلام 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 سلام. في ايه يا دولا مالك؟ ياسمين. ياسمين مين يا دولا؟ ياسمين بنتي يا رمزي. مالها يا دولا؟ ياسمين اتخطفت. يا راجل خضتني يا راجل. انت مضايقك يعني يا دولا؟ خرب بيتك، انت جنس مليتك ايه؟ انت غبيات ما بتحسش، يا انا ما بتحسش. طب وليه بقى تشتم دلوقتي بقى دولا؟ ياد بقول لك بنتي اتخطفت ياد وانت مش حاسس، انا بقول لك ايه؟ ايوه انا قصدي يعني دولا ممكن تلاقي اللي خطفها دون ان شاء الله يعني هيكون ايه بيفسحها ولا حاجه واشتري لها شوكولاته وجايه دولا. جاي ايه بس بالبساطه دي؟ ايوه دولا طبعا بالبساطه دي، هو ما يعرفش هي بنت مين وممكن انت تسوي فيه ايه وتعمل فيه ايه؟ سيبك من دي يا عم، هو ما يعرفش ان انا شغال مع عادل سعيد، ها، وممكن اعمل فيه ايه؟ ممكن تعمل ايه يعني؟ هو انا لسه ما فكرتش اعمل فيه ايه يا دولا، بس مش المهم دلوقتي انا دولا، المهم بنتك ياسمين. ياسمين اتخطفت يا دولا. طب انت لسه حاسس دلوقتي ان هي اتخطفت؟ امال انا بقول ايه من الصبح يالا؟ هو انت لما كان حد بيضربك على قفاك في المدرسه كنت بتحس بيها لما بتروح البيت؟ تصدق يا دولا وانا ببقى قاعد لوحدي في الاوضه وبحس ان القلم مطرقع كده، وانا اقول مين اللي ضربني وانا قاعد لوحدي كده؟ مش المهم دلوقتي يا دولا، انا مش مهم انا احس يا دولا، المهم بنتك ياسمين. رد على التليفون، رد على التليفون، انا مفيش دماغ دلوقتي ارد على اي حد. رد يعني قول انا مش موجود. اقوله مش موجود يعني؟ اه استنى دول. الو؟ ايوه. لا عادل مش موجود. لا مش، لا يا سيدي ماشي يا عم مش هنا. حاضر يا سيدي حاضر. يلا بقى مع السلامه بقى، احنا ناقصين هزار. مين يلا يا رمزي؟ عالم بتهزر يا عم، بيقول لي انا اللي خطفت بنت عادل سعيد. وتقفل السكة يا غبي، ما هو ده اللي انا مستنيه يا اهبل، ما هو ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايز اعرف خطفها ازاي. يا دولا دلوقتي هو اي حد يتصل بينا ويقول هو اللي خطف ياسمين نقوم مصدقينه من غير ما نفكر يا دولا. اه وانت بتاع التفكير اهو، هو 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 هو. طب دلوقتي هتقول له انت مش موجود ليه؟ الو الو، ايوه انت مين؟ ها شنقيط؟ انت اللي بتخطف العيال الصغيره؟ انت بتستهبل يا شنقيط؟ تخطف ياسمين بنت؟ انت مش عارف دي بنت مين؟ بنت عادل سعيد. يا ده شنقيط يا، وخلي اللعبه مع الكبار. بقول لك ايه، الو الو يا دول،
قفل السكه الحيوان. يا دوله ما انت اللي زعقت له. اوعى دوله ما اعمل له. هو بيطلب تاني بيطلب تاني. زعق له. الو. ايوه ياسمين. ايه يا حبيبتي انت فين؟ انت فين؟ مش عارفه انت فين. طب ياسمين حد بيضايقك؟ بيعذبوكي وبيشدوا شعرك؟ ما تخافيش ياسمين باباكي. الو الو الو. ايه يا دوله؟ ياسمين مالها؟ قفلت هي كمان. طب ودلوقتي هتعمل ايه يا دوله؟ مش عارف يا رمزي اعمل ايه. ادفع الفلوس ولا بلغ البوليس؟ لا يا دوله ما تبلغش البوليس يا دوله، اصل العصابه تاذيها تاني يا دوله. بقى ادفع وخلاص. ادفع وخلاص. ادفع وخلاص. طبعا انت مش خسران حاجه. ادفع وخلاص. طب يا دوله دلوقتي الفلوس اهم من ياسمين ولا ياسمين اهم يا دوله؟ ياسمين اهم طبعا، بس انا ما احبش حد يلوي ذراعي. انا عادل سعيد ما يتلويش ذراعي ابدا ويطلب مني فديه لبنتي. طلبه كام يا دوله؟ بيضغط عليا بيعجزني. طالب مني 2400 جنيه. كلب كلب. انت قيمتك اكتر من كده بكتير يا دوله. انت المفروض يطلب مثلا 800 جنيه 950 جنيه. انا مش عارف انا الشنقيط ده ليه متخصص يعني انه يخطف عيال صغيره. ما في كبار يستحقوا الخطف ويستحقوا الحرق كمان. الهي ربنا يحرقك يا عادل، ده انت اللي مضيع بنتك. ايه ده؟ ايه يا بنتي؟ هو انت ما بتفتليش؟ ما بتتبطيش؟ يا جماعه استنوا بس، انتوا فايتكوا حاجه. ازاي ياسمين اتخطفت وهي راجعه من المدرسه واصلا الباص بينزلها عند البيت؟ اه والله. ايه ما انا فكرت في الموضوع ده، عشان كده كلمت السواق بتاع الباص وهو زمانه جاي هنفهم منه بقى كل حاجه. بيبي احنا لازم يا بيبي نعمل اعلان في الجورنان. جورنان ايه اللي نعمل فيه اعلان؟ الجورنان ده هياخد وقت طويل جدا. ايوه يا عادل، بس نكون احنا عملنا اللي علينا. مش هشوف مين، يمكن هو. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ عادل؟ اتفضل اتفضل اتفضل. ايه خايف ليه؟ اتفضل اتفضل اتفضل. تعال عايزك بقى تخش كده وتقعد وبهدوء كده وتفهمنا كل حاجه. تعال تعال. اهلا 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 استاذ عادل. اهلا. ايه ده مين دول؟ دول يا سيدي اهل المخطوفه. قول لنا بقى ايه اللي حصل بالظبط يا استاذ عادل. مفيش اي حاجه، انا ياسمين كانت راكبه معايا الباص عادي يعني، وجايب الباص وصلتها لغايه باب البيت هنا اهو. بس هي شكلها كان متضايق شويه. عادل عادل بقول لك ايه، انت ممكن تنشر الصوره دي في الجورنال. يا رانيا ده وقت يا رانيا، صورت انا وانت هنزلها في الجورنال عشان بنتنا اتخطفت. يا عادل ما هو ممكن الناس لما تشوف الصوره دي قلبهم يرق ويتعاطفوا معانا ويهتموا بالموضوع. وبعدين بصراحه بقى انت كنت وعدتني ان انت تنزلها لان انا كان نفسي فيها، وانت قلت لي بس ان المصاريف هتبقى كتير. ده وقته يا رانيا، حرام عليكي. بس منس عادل مين دي لما وصلت؟ دي يا سيدي ام المخطوفه. خلينا احنا في موضوعنا. لا انا هاجي لكم بعد ما تخلصوا موضوع النشر والصوره. سلام عليكم. خد تعالى هنا، خد تعالى هنا، تعالى هنا. انا صدقت جبتك. قول لي بالظبط ايه اللي حصل. ما انا قلت لك على اللي حصل. انا وصلت البيت لغايه باب البيت. وصلتها الساعه كام؟ الساعه 6. 6؟ انت مش معادك توصلها الساعه 5؟ لا يا حبيبي انا معادي الساعه 1 الظهر. بقى شوف بقى الشوارع والزحمه. ده انا وانا جاي على الدائري كان زحمه، عملت مشروح بقى سندوتشات وشاي وقهوه. اجيب ايه؟ ميكروباص شرطر يطير؟ دي مطحنه يابا. مطحنه؟ وبعدين انا واخد السواقه هوايه مش احتراف. هوايه يعني بتسوق الاتوبيس وانت معاك مضرب تنس يعني؟ لا لا مش مضرب تنس. وانا عيل صغير كده في المدرسه كنت احب انا العب دايما الاتوبيس واصحابي هم الركاب. انا اروح واقف بقول اركب اركب يا احمد، اركب يا مصطفى، اركب يا شاي. مين اللي ورايا دي؟ دي خاله المخطوفه. دي تنزل المحطه الجايه. مين الحاجه الكبيره دي؟ يا عم جده المخطوفه. دي ما تستحملش مع الطبات، تنزل على طول. امشي بيب 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 شمال يمين بيب. مطبات وحفر وصرف صحي والاوتوبيس يخبط في حتله. اجيب فلوس منين بقى؟ اطلع العربيه ولا ادفع قسط العربيه بقى؟ انا مش فاهم ايه علاقه ده كله بخطف ياسمين بنتي. ما انا بعد كل المشاكل دي كلها ما عنديش تركيز. في هناك نظريه اسمها نظريه الخطا في الاحتمالات المحتمله، ان انا انزل عيل مكان عيل او بنت مكان بنت. يعني ممكن تكون نزلت ياسمين في حته تانية غير هنا؟ لا الا ياسمين بنتك دي بالذات بقى انا فاكرها. انا نزلتها قدام باب البيت. بس انه بيت هي دي بقى المشكله، هي هنا النظريه. يا نهار ابيض، والله ما عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول. متشكرين يا عم عاده، واتكل على الله. اتكل على الله. بص انت معاك الموبايل لو عايزني رن. انت مين بالظبط؟ اتكل على الله. عادي اتكل على الله. ده انا ابو البيت اللي احنا. يا نهار اسوح. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده الراجل اللاشع ده؟ انا مش عارف والله. هو ده بقى السواق وخلاص، هنعمل له ايه؟ ازاي يامنوا على الولاد الصغيرين مع سواق زي ده؟ دهبل. يعني هيعملوا ايه يعني يا سناء؟ كل واحد قبل ما يعينوه هيكشفوا على دماغه يعني؟ ماليش دعوه ماليش دعوه، انا عايزه بنتي عايزه بنتي.
يعني يا رانيا هعمل ايه يا رانيا؟ ما احنا مستنيين اهو، هعمل ايه؟ اعذرها يا ابني، قلب الام بعد بنتها عنها خلاها مقهورة زي ما حصل لي بالظبط وانت صغير لما اتخطف. ايه دي ده؟ هو اتخطف قبل كده على الدولة؟ اه اتخطف وهو صغير زي ما قلت لكم، واحد قال له انا بابا راح مشي معاه. ايوه ماما، ما كان شبه بابا بالملي. ايه ولا كان شبه بابا ولا حاجة، انت اللي خبتك تقيلة، لولا ام خميس اللي شافته وهو عمال يسحبك ما كنتش رجعت لنا ابدا. الحمد لله. هو انا كنت لسه مخطوف امبارح، ده كان زمان وانا صغير. خلينا دلوقتي في موضوع البنت، اهو حد جاي يغير الموضوع. خير يا عادل؟ معرفش، حد سايب جواب. تحية طيبة، وبعد نظرا لظروف رفع أسعار البنزين فقد تم رفع المبلغ إلى 4000 جنيه عدا ونقدا. انتظروا معرفتكم بموعد ومكان التسليم. إيه ده؟ إيه النظام ده بقى؟ هو إيه؟ البنزين يغلى يغلي كل حاجة حتى الخطف؟ ده اللي أنا بقى كنت عامل حسابه، شوية هيقول البنزين غلي، شوية هيقول اللحمة غليت، شوية هيقول الأفتر شيف غلي، وبعدين كل شوية هيقعد بقى إيه يسحب مننا فلوس. أنا رافض الموضوع ده من الأول. لا أساس. يا عادل لا، ادفع بقى، ادفع بقى يا عادل بنتك، يا عادل ادفع بقى عشان يرجعوا بنتي بقى يا عادل. يا سلام يا رانيا، يعني أدفع ويرجعوا بنتي وبعد كده ما هم ممكن يخطفوا أي بنت تانية، أي طفل تاني. لا لا، ما ينفعش ما ينفعش، الواحد مش لازم يستسلم، الواحد لازم يقف لهم. لا يا حبيبي معلش، بلاش المره دي بالذات بقى تقف لهم، يبقى المره الجايه خلي حد يقف وبقف معاه. اه يا متخاذله اسكتي خالص. عادل عادل، انا اول مره احترمك. اه يا اختي، اه يا اختي، عشان مش بنتك يا اختي، دي بنت انا يا اختي، لو كانت بنتك ما كنتيش عملتي كده يا اختي. اه اسكتي اسكتي خالص، ياسمين دي اكتر من بنتي، واكتر واكتر من بنتي. ما تزعليش يا سناء، هي بس متضايقة شوية عشان موضوع ياسمين بنتها. انت فعلا لو كنت مخلفة وعندك بنت اكيد كنت هتخاف يعني. في اتنين عايزين يقابلوك يا كبير. مين دول؟ بيقولوا ان هما من طرف الوقت حتة الاهواجي. حتة الاهواجي؟ طب خلوهم ييجوا بشوفهم عايزين ايه. بقول لك ايه، فتشهم. حصل يا كبير ونضاف. الله، دول انا عايز الطوق ده احنا هنعبيه في الشارع. حضرتك المعلم شكشوك؟ اه شكشوك. وشكشوك بقى بالبيض ولا بالجبنه؟ شربات هذا. وبيه الافندي ده؟ حضرتك ده الواد رمزي يعني المساعد بتاعي يعني. بس اه وماله داخل على دنيته كده بنفس مفتوحه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني افهم من كلامك كده انك معترض ولا ايه؟ حضرتك انا مش مسؤول عن تصرفاته خالص، حضرتك عايز تغزه بمطوه بسكينه باي حاجه براحتك يعني. الواد ده بيفكرني بصاحبي سومع الله يرحمه، كان غبي وانا ما احبش الاغبيه. ولا يا رمزي هيفهمك بسرعه، يلا اخلع يلا اخلع. يا دولا بيقول لك الاغبيه، انا مال انا؟ كان زيك كده بيحب الهزار والفرفشه، ومره هزر معايا هزار ما عجبنيش. اه ما نزار ما عجبكش؟ طب وبعدين عملت فيه ايه يعني يا معلم؟ ده اللي فضل منه. دولك حقني قتلته يا مجرم يا مجرم يا مجرم. لا فكرته، وده اللي فضل منه عشان يبقى تذكار للايام الحلوه. يا نهار ابيض، واحنا جايين يعني عشان ننرفز حضرتك؟ ايه اللي فكر حضرتك بالايام الهباب دي؟ اؤمر حضرتك. يعني انا عادل سعيد صاحب بازار، وبنتي ومراتي وامي عايشه. وانا بقول لك قدم السي دي بتاعك ولا ايه؟ خلصنا، انا مش فاضي. كان زمان فتحت لي خزنه او فجرت الافندي اللي جابك ده. عجبك عجبك. عموما يعني حضرتك، يعني انا بنتي اتخطفت وجاي لحضرتك يعني عشان ترجعها لي. وانا مالي؟ حضرتك هم قالوا لي ان انت عم المنطقه والكبير بتاع المنطقه دي كلها، يعني كل المجرمين وكل الخطافين والنصابين والنشالين تحت. ايوه صحيح، انا عم المنطقه، انما الناس الخسيسه دي ما بتعملش معاهم. طبعا حضرتك ما تعرفش الناس الخسيسه دي. اللي قول لي، هو انت تعرفه؟ الشنقيط. الشنقيط هو اللي خطف البت. الشنقيط؟ شنقيط مين يا ابني؟ حد فيكم يعرف الشنقيط ده؟ لا يا معلم. حضرتك الشنقيط ده معروف جدا، ده اخباره ماليه الجرايين. يا ابني ياما الجرايد بتتكلم، وياما بيتكلموا عن ناس في الهجايز، وياما ناس بتشغل ناس بناس عشان يشغلوهم عن المصايب اللي هم فيها. المهم يعني حضرتك، يعني مين اللي ممكن يكون خطفها؟ عفريت يعني خطفها؟ عفريت ايه يا ابني بس؟ ما عفريت الا بني ادم.
بس عايز اقول لك حاجه، الشغل ده مش شغل محترفين، ده شغل هواه. شغل محترفين ايه وهواه ايه؟ هو حضرتك المنتخب القومي اللي خطفها؟ منتخب ايه يا دوله؟ ده شكله كده الكابتن حسن شحاته بذات نفسه بس من غير الباروكه. شربات يالا. تسلم يا معلم. حضرتك يعني كده يا معلم مفيش فايده ولا ايه؟ مين قال كده؟ شكشوك لما يقول لك هيجيبها يبقى هيجيبها. طبعا مش شكشوك ولا. اسكت يالا بقى، اسكت بقى يالا، يخرب بيتك. ثانيه واحده يا معلم، ثانيه واحده. نمرة غريبة ممكن. ألو؟ أيوة أيوة. ها هتسلمني ياسمين؟ طيب كم؟ 6000 جنيه؟ غليت لي المرة دي. عشان بسلة غليت. ماشي يا سيدي، 6000 6000. المهم بقى هتسلمهاني امتى وفين؟ في البازار الساعة 6. لا 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 عيب، بوليس ايه اللي انا اكلمه؟ ما تقلقش خالص، انا ما بكلمش بوليس، انا بكلم صحابي يعني. ماشي ماشي ماشي، مع السلامه مع السلامه. هو ده المحروس؟ هو المحروس. اطمن يا عادل بيه، هنكون موجودين وان شاء الله يومه هيبقى اسود، مش كده رجاله؟ مظبوط يا معلم. ربنا يخليك يا معلم، بس اهم حاجه والنبي بنتي ما يحصل لهاش حاجه. اطمن يا عادل بيه، بنتك لو في البنتاجون هنجيبها وبدون اي خساير. يا سلام، خلاص يبقى ميعادنا في البازار الساعه 6 ان شاء الله. يبقى ان شاء الله الساعه 6. بس بقول لك يا عادل بيه، سيب لنا الواد ده شويه. اوي اوي اتفضل معايا. انا خفيف انا خفيف انا خفيف. خفيف ايه يا ايه مالك؟ قال لي ده هيبسطوك قوي، مش كده يا معلم؟ طبعا، ده احنا هنركبه المراجيح ونوديه الملاهي. لا لا يا دولة، ما بحبش بدوخ من المراجيح يا دولة. خلاص ركبوه الزقازيق. ها؟ لا يا دولة ما بحبش يا دولة. ركبوه دمياط. ماشي ما تقلقش يا دولة. والنبي يا دولة يا بنت يا دولة، الحقني يا دولة الحقني يا دولة. الو. ايوه ايوه انا جاهز بالفلوس. ايوه يا عم ما تخافش، ما بلغتش البوليس ولا حاجه. المهم ياسمين هشوفها ازاي؟ هتبعت عيل صغير ياخد الفلوس؟ ماشي، بس ياسمين. الو الو، اخرب بيتك يا شكشوك، ايه اللي اخرك كده؟ انا مش عارف ايه ده. ايه فيلم الرعب اللي انا فيه ده؟ انت مين؟ انت من اشبال العصابات ولا ايه؟ عايز فلوس؟ عينيا يا حبيبي هديك فلوس، بس قبل ما اديك الفلوس اشوف وشك. تعالى هنا، تعالى. رايح فين؟ وريني. ايه ده ياسمين؟ بابا عملتي ليه كده ياسمين؟ عملتي ليه كده؟ انا مش فاهم. هو ده اللي خطب بنتك عادل بيه؟ قلعوا الماسك عشان اشوف مين ده. محدش يقلع لي، انا اللي هقلع بنفسي. اهلا لوست عدوي. انت عارفه عادل بيه؟ ايه اللي عارفه؟ ده لوست عدوي السواق بتاع الباص بتاع ياسمين. ما انا قلت لك يا عادل بيه انه مش مجرم قراري من الاول. عملت ليه كده يا اسطى عادل؟ بص يا باشمهندس عادل، انا ماليش ذنب في اي حاجه، انا سواق اتوبيس. البنت ياسمين بنتك دي بنت الذكيه، هي اللي جابت الماسكات دي وقالت لي نعمل كده. ياسمين هي اللي قالت لك؟ عملت ليه كده ياسمين؟ بابا انت السبب. انا السبب ليه بقى؟ انا اللي قلت لك اختفي نفسك؟ لا يا بابا، انا لقيتك مش مهتم بيا فجاه كده، فعملت الحركه دي عشان انت تهتم بيا. يا سلام يا سلام على الاب لما يهتمش ببنته. بص يا باشمهندس عادل، انا هموت نفسي والبسك جريمه واقول انت السبب. اوعى. سيبه سيبه يموت نفسه ونخلص منه، واحنا باقيين عليه ليه؟ موت نفسك يالا. من الاول وانا حاسس انها مؤامره عليا. بس مهندس عادل، انت عايز توديني المورستان من تاني؟ لا مش انا، مش انا. انت كده كده رايح المورستان، وانت فكرك يعني المورستان هيسيبك؟ سلم نفسك، المكان كله محاصر. مكان ايه اللي متحاصر؟ ما يفك الحفل اللي فيه ده. لا لا، انا ما اروحش السجن، السجن مفوت اتوبيس، وانا عدوي احب اسوق اتوبيس. بيب 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 يا جشمه. اهلا اهلا يا معلم شكشوك، دي فرصه سعيده جدا. انت ليك في خطف العيال الصغيرين اليومين دول؟ لا يا باشا، انا جاي اساعد الحكومه. كده برضه عادل بيه تغدر بيا وتبلغ الحكومه؟ والله ما بلغت حاجه، انا زي ما اتفقت معاك. حضرتك مين بلغكم؟ امال المدام هي اللي بلغتنا عادل بيه، وكان مفروض سعادتك اللي تبلغنا من الاول. شفت اهو، المدام هي اللي بلغت يعني. ماشي يا رانيا ماشي، بتحرجيني مع الحراميه اصحابي ومع عدو الجزمه. سيادتك لقيت الشوال ده في عربيه العصابه يا باشا. وده في ايه ده؟
دولة. انا هنا عروسك يا جزمه. دولة حبيبي دولة تسيبني في ايد العصابه المفتريين دول. هم ايه اللي عمل فيك كده يالا؟ ركبوني المراجيح يا عم. وانا مش عايز وريني عينيك يالا. اهي دول. ولا يهمك يا رمزي، انا هعالجك من الحوالي اللي جالك ده. والله دول ازاي دول؟ احط صباعي الاثنين واقوم جايب ده كده وجايب ده كده. يلا استعد. ربنا يخليك يا دولة يا رب. فين؟ مش عارف بس البتاع ده هون بيشتغل من فين بس. صباح الخير يا رمزي. صباح الخير يا دولة. ازاي؟ انا مش قايل لك 100 مره قايل لك ما تقعدش على المكتب هنا؟ انا اسف يا دولة. قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي يا دولة. وانا اللي بعدك اخر مره يا دولة. انا اسف. انزل يا. انا اسف. انزل. حاضر يا دولة. وبعدين فين الحسابات اللي انا قلت لك الراجل بتاع الضرايب هيجي يشوفها؟ عملتها ولا لسه؟ عملتها يا دولة. انت لسه فاكر يا عم؟ خلصت من زمان. ماشي خلصت من زمان. فين هي بقى؟ اتفضل يا دولة بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. يا لا نقي الفاظك يا لا. اما يكون حد بياكل تقول له بالهنا والشفا، لكن حد بتدي له ورق تقول له بون ابيتي كده. هو يعني غبي غبي هتفضل طول عمرك غبي. فين هي الحسابات؟ اهي يا دولة اتفضل اهو. انت ايه ما نزلتهمش على الكمبيوتر ولا ايه؟ كمبيوتر يا دولة اسلام. ما اصل ما اصل ايه اصل ايه وبس ايه في ايه فين؟ انا مش قايل لك تنزل حاجه دي على الكمبيوتر. ايوه دولة. هو فين الكمبيوتر طيب اصلا؟ يا نهار اسود فين الكمبيوتر اصلا؟ ده انا جايب كمبيوتر ومنزل عليه برنامج بتاع حسابات ودافع الشيء الفلاني عشان تيجي تقول لي فين الكمبيوتر؟ امال ده ايه حضرتك؟ ده انت هتطلع عليه. يخرب بيتك هتطلع عليه يالا اللي هو بتاع الكاتب يا دولة. الكاتب المصري هتقولي هنا ولا ما تلعبش بالكمبيوتر ده تاني وما تلعبش بوصول يا حضرتك. ده ايه بقى حضرتك ده يعني اله الويندوز عند قدماء الفراعنه يعني ولا ايه؟ لا يا دولة والله انا كنت بحسبه عم آلة حاسبة كبيره كده هون يعني. وبعدين حتى بالاماره انت مش قلت لي اسمه لابتوب؟ لابتوب انا قايل لك لابتوب. يا يهبل مش يا نهار ابيض. جايب لك مهندس وقعد ثلاث اسابيع عمال بيدربك وفي النهايه مش عارف الفرق بين الكمبيوتر واللابتوب. ما دولة بقى بصراحه يعني بص الباشمهندس ده وانا دول انا ما كنتش فاهم منه اي حاجه. دولة عمال يقول لي شد الداون شد الداون ومش فاهم. شد الداون يلا بيقول لك شات داون. شات داون يعني شد الكوبس. والله يا دولة انا مش عارف يا دولة. خد بس اقرا بقى الاول. اقرا ايه بس يعني غاوي تخسرني وتكلفني يا دولة. ده انا تعبت فيها تعبانه. اقرا بس الاول. اقرا. تعبت تعبانه نشوف عملت ايه في الحسابات. ايه ده؟ هي دي اللي انت تعبت فيها تعبانه؟ اللي انت كاتبه ده يا خساره فرائك يا انت ايه جايب مقبوض الضرايب؟ عايز يغنينا ولا ايه؟ يا دولة يا حبيبي خير الكلام ما قل وزل. وزل؟ انا اللي بسجل لنفسي ان انا قاعد جنبك وبسمعك. ايه اللي انت مهببه ده يا يو بقى يا دولة بقى؟ مش دون برضك مجهود بني ادم تعب فيه؟ فين البني ادم؟ انت بتصنف نفسك غلط طول الوقت. ممكن حضرتك تفسر لي ايه اللي انت كاتبه لي ده؟ انا هقول لك يا دولة دلوقتي مش لما مأمور الضرايب هيقراها هيقرا ايه؟ خساره هيعرف بقى ان احنا خسرانين فيقوم بقى معافينا من الضرايب. طب دي خساره فراقك يا جارة بقى عشان ايه؟ الجيران بتوعنا هم كمان خسرانين ولا ايه؟ الله ينور عليك يا دولة شفت بقى الزكوانه يا دولة؟ ولا انا مش ناقص غباوه ولا اطلع بره. ماشي يا دولة. كل شويه يقعد يقول لي مش ناقص غباوه واطلع بره بزاره هو. ولا يهبل انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي على اساس ان انا مش سامعك. يا غبي اطلع بره يا غبي. ايه ده انت سمعتني؟ اطلع بره يلا اطلع بره. ناقص غباوه هي. مش فاهم انا الاغبياء دول عايشين ازاي. غبي. السلام عليكم. ازيك يا رن؟ ازيك يا بيبي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بقول لك ايه؟ بدل ما انت قاعدة بتقري في المجلة كده اهو، قومي اعملي لي لقمة كلها، أنا جاي ميت من الجوع. يا بيبي غذاء العقل مفيد جدا للروح. لا غذاء البطن أهم كتير يا ماما، لأن الواحد لو ما شبعش هتطلع روحه. يا حبيبي غذاء العقل هو اللي جاي، غذاء المعلومات هو المنتشر دلوقتي، لان في ثوره معلوماتيه في العالم ضخمه جدا. يعني انا مثلا هدي لك فور اكزامبل، مثلا عندك البي سي مثلا لما البي سي ده البي سي يا حبيبي هو البيرسونال كمبيوتر. ما تجيبليش سيره الكمبيوتر ده لو سمحت يا راني. هو في ايه يا عادل؟ وانا كل ما اكلمك تعمل كده بقى؟ عندي مشاكل كتير جدا في الشغل بسبب الكمبيوتر. في ايه يا عادل؟ ايه المشاكل؟ طمني. زفت الطين رمزي ده، انا مش عارف اعمل له ايه. يعني فعلا بيخسرني كميه خسائر ما فيش حد يقدر يتحملها. ده يا رانيا غبي جدا.
طب واللي عنده الحل اللي يريحك؟ يا سلام، عندك الحل وسايباه قاعد في قرابيزي بقاله قد ايه؟ ما تقول يا رانيا. الحل عندي في المجله دي. ايه؟ سم فران مثلا؟ اعلان عن سم فران؟ والله ممكن تبقى فكره، احطه له في الكوكتيل ونخلص منه. لا يا بيبي، مش اعلان عن سم فران، دي عياده جديده تقوم بتنميه الذكاء، يعني بياخدوا الواحد كده وهو غبي كده ومفلحس على عينه، وبعدين بقى ايه، يقوموا عاملين له حاجات كده معينه، وبعدين فجاه يبقى جينيس واذكى واحد في التاريخ. لا انت مش فاهم رمزي، رمزي استحاله حاجه زي كده تنفع معاه، ده عباره عن كتله غباء متحركه، ده الماده الخام للغباء، يعني عارفه زي اليورانيوم كده ما بيبقى مشع، رمزي بيشع غباء، يعني ممكن ياخدوا منه ويعملوا قنبله الغباء اللي هتدمر العالم. طب يا بيبي ما تجرب يا بيبي، انت مش هتخسر حاجه، احتمال كبير قوي الموضوع ده ينفع معاه ويتحول لبني ادم ذكي ويرحمنا بغبائه من تدمير حياتنا دائما كده يعني. لا 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 مش هينفع، عارفه رمزي ده لو فهم يموت. يا رب يفهم. خرب بيتك يا دي، خامس كوبايه كوكتيل تشربها دلوقتي وبرضه مصر ما تجيش معايا عند الدكتور. يا دوله، طب وانا اجي ليه معاك عند الدكتور يا عم؟ هو انا عيان اصلا؟ يعني اهو برضه نطمن الدكتور يشوف عندك مثلا عسر هضم، عسر فهم، عسر اي حاجه. لا يا دول انا ما عنديش اي حاجه الحمد لله، انا لسه شارب يا عم 5 كوكتيل همت، ولسه شارب كمان شاي قبليه، ولسه واكل سندوتشات قد دولت كده. طب يلا ما يجراش حاجه، يلا يعني بص هتيجي معايا عند الدكتور تساعدني. بقى ده اسمه كلام يا دولة؟ ده اخر الكلام يعني؟ رمزي ابو الرماميز ابن عم دولة يشتغل تمرجي؟ تمرج ايه يا هبل، تمرج ايه بس؟ ايوه دول، انت مش بتقول لي اجي عند الدكتور معاك علشان اساعده وهو بيكشف عليك؟ لا يلا بص، يعني تساعدني انا، يعني مثلا وهو الدكتور بيكشف عليا لقيت نفسي عطشان تسقيني، لقيت مثلا الدكتور هيديني حقنه وانا بخاف من الحقن فانت مثلا تاخدها مكاني، لقيت الدكتور بيقول لي يا عادل عايزين ننقل لك دم فاشرب من دمك. تشرب من دم دولة؟ لا ما عادي، ما نقل الدم ده بالظبط حاجة بسيطة جدا، انت مش بتشوف الأفلام واحد عايزين ينقلوا له دم بينيموه كده على السرير وبيجيب واحد تاني هينقلوا له منه دم، يحط الشليموزة اللي معاك ده كده اهو في دراعه هنا اهو كده اهو، وبعدين تلاقي واحد تاني بقى اللي هو محتاج الدم ده بيبقى نايم تحت السرير، يقعد بقى يشفط من دم. لا يا راجل، تصدق يا دولة أنا ما بشوفش أنا اللي تحت السرير دون؟ ماشي يا دولة أنا هاجي معاك وتشرب من دمي براحتك يا دولة، بس بقول لك إيه، ما تحفش قوي علشان أنا الدم عندي قليل. أنت ما عندكش دم أصلا ما تقلقش. المهم هتيجي معايا عند الدكتور. دكتور؟ ليه يا دولة أنت عيان؟ دولة ده خشب وعامل إن هو كتاب. ولا خشب؟ ما تسمعش حاجة. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. مين فيكم اللي هيكشف؟ يا حضرتك بس بعد اذنك دقيقة واحدة. اتفضل. حضرتك يعني اللي معايا هو اللي هيكشف لأنه غبي جدا يعني، أنا بس مفهمه إن أنا اللي هكشف عشان يوافق يجي معايا هنا يعني. بس أنت كمان لازم تكشف. حضرتك يعني أكشف ليه؟ يعني ده هو اللي هيكشف، هو غبي جدا، هو ما يتخيرش عن الحيوانات اللي مرسومة على الحيطة، ده غبي جدا جدا يعني. مش أنت اللي تقول، أنا اللي أقول. طيب حضرتك أنا أكشف ليه يعني؟ عشان يحس ان انت عيان بجد. ايوه صح صح صح، الله ينور عليك يا دكتور، يعني اكشف كده وكده يعني. لا انت هتقعد على جهاز كشف الغباء. ماشي، بس برضو يعني مش كشف حقيقي ده، كده وكده طبعا. بس المهم بقى تدفع الكشف. حضرتك ادفع الكشف؟ ما انا دفعت الكشف بره عند الانسه اللي واقفه بره يعني. لا انت دفعت على راس واحده، انا دلوقتي هكشف على راسين. راسين ايه حضرتك وانت بتكشف على خرفان يعني؟ حضرتك احنا بني ادمين، ايه راسين دي؟ ايوه طب قول لي انت، الذكاء والغباء بيبقى موجود فين؟ مش في الراس؟ ايوه صح صح، ايوه بس حضرتك ما دام انا هكشف كده وكده ادفع بقى كده وكده. مين قال لك ان انا هكشف كده وكده؟ انا هكشف عليك بجد وبجد قوي كمان عشان تبقى مسبوكه قدام صاحبك. ايوه صح يا دكتور، والله الله ينور عليك، مش عارف اقول لحضرتك. اتفضل استفتحك قشطه ان شاء الله. يلا عندها بقى صاحبك ترزي. رمزي حضرتك، رمزي. يلا يلا رمزي. يا دكتور يخرب بيتك. انا اسف انا اسف يا دول، انا اسف. شوف الدكتور عايز يتكلم. نعم حضرتك. تعالى عشان هتقعد على جهاز كشف الغباء. كشف الايه؟ كشف الكذب يعني، عشان الدكتور يشوفنا انا كذاب ولا مش كذاب. طب وانا مالي يا دول؟ انا مش كذاب، انا مال انا؟ يعني بص، مش انت ابن عمي يلا يا رمزي؟ ايوه دول. طيب يعني اللي يفيدك يضرني واللي يضرني يفيدك؟ صح. شفت بقى؟ صح يا دول. اقعد هنا؟ هنا. عرفته من بطوس طبعا. الف سلام عليك يا دول يا رب. ايه ده؟
ايه البرونيتا دي؟ الدنيا هتنطر؟ لا ده جهاز رسم المخ. خير يا دكتور؟ لا خير تمام، الجهاز ابتدى يدخن اهو. مبطله. ومال. شكرا يا دكتور. تقدر تتفضل بره يا استاذ رمزي. استاذ رمزي؟ يا انا اول مره في حياتي حد يحترمني ويقول لي يا استاذ. الله انا بلاش لك، اطلع بره. الله. شفت يا دكتور، يعني حضرتك ما بيجيش غير بكده فعلا. يلا دورك انت يا استاذ. حضرتك دوري ليه؟ ما خلاص هو خرج، يعني مش عايزين نعمل تمثيليه على حد يعني. ده مخ طفل، ده ممكن شوف حاطط شفاطات ممكن يتصنط. طيب ماشي يا دكتور، حضرتك قادره طبعا. مسائل النفسيه دي سيبها لي. ماشي. هي دي كهرباء ولا حاجه يا دكتور؟ لا 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 لا، مش كهرباء ولا حاجه. وبعدين الزم الصمت. حاضر. تمام كده، ابتدى يدخن. يلا اتفضل. ماشي يا دكتور. ادي رسم صاحبك وادي رسمك، ادي المخين في ايدي. اتفضل استريح. شكرا يا دكتور. حضرتك عنده ايه يعني؟ هو تمام ولا ايه؟ والله مش عارف اقول لك ايه ولا ايه. ايه يا دكتور، هيموت ولا ايه؟ لا مش للدرجه دي يعني. انا الحقيقه اكتشفت ان هو مش غبي. مش غبي ازاي حضرتك؟ ده بص، ده الماده الخام بتاعه الغباوه، يعني بياخدوا منه ويحقنوا الناس اللي بيبقوا اغبياء بعد كده يعني. هو مش غبي، انما بقى عنده اعلى درجه من درجات التخلف العقلي اللاواعي. التخلف العقلي اللاواعي انا مش فاهمها، بس شكلها حاجه خطيره جدا ولا ايه يا دكتور؟ والله رسم المخ بتاعه هو اللي بيقول كده. رسم المخ؟ طب حضرتك بعد اذنك ممكن اشوف رسم المخ ده؟ اتفضل. حضرتك دي ورقه بيضه. ايوه، لانه هو ما عندوش مخ اصلا علشان يتعالج، فاضي خالص. ده غير فيه كمان بعض نقط سودا وبعض رسومات غريبه كده ما قدرناش نفهم ايه دي، ما طلعتش في الطباعه. حضرتك اكيد النقط السودا دي التماثيل اللي بيكسرها، والرسومات الغريبه الكوكتيل حضرتك اللي بيشربه. طب ايه الحل يعني؟ كده ملوش علاج ولا ايه يا دكتور؟ لا للاسف ملوش اي علاج في مصر. حضرتك ممكن نعالجه في موزمبيق مثلا؟ ما انصحكش، ملوش اي علاج في مصر ولا في الخارج، مفيش فايده. يلا نصيبه كده بقى، هنعمل له ايه؟ استاذن انا يا دكتور. راح فين يا استاذ؟ هروح بقى. اقعد اقعد، لا اديك باللوكش. ايه يا دكتور في ايه؟ المشكله مش في صاحبك رمزي، المشكله فيك انت. في انا؟ ازاي يعني؟ ايوه يا استاذ، رسم المخ بتاعك بيقول ان انت اللي غبي. انا غبي؟ استحاله طبعا يا دكتور، انا واثق من نفسي كويس، انا مش غبي طبعا. ما تعرضنيش، ما تعرضنيش يا استاذ. اتفضل اقرا الكتاب ده وبعدين تجي لي. ماذا تفعل لو كنت غبي؟ حضرتك يا دكتور انا مش غبي، انا مش غبي، انا واثق من نفسي. اول اعراض مرض الغباء ان الغبي يقول على نفسه مش غبي. يعني مش غبي؟ خلاص انا غبي، ايه الحل يعني؟ اعترفت، يبقى تتعالج. اولا قسم الغباء، اول الاعراض ان اقول على نفسي مش غبي. تاني الأعراض إن المريض الغبي يقرأ الكتاب ده بقى كده. طب مش قارئ الكتاب. استنى بس دولا، بقول لك يا دولا، هو ده تمثال رمسيس الثاني ولا رمسيس الثالث؟ رمسيس الرابع. الرابع ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس الخامس. ولا أنا قلت الخامس يا دولا؟ ما هو كده كده بيفاصل. هيفاصل في أسرة يا أبي. ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس السابع. بس ده تمثال توت عنخ آمون. لا هو شبهه بس. ثالث أعراض الغباء أن يقوم المريض الغبي برمي الكتاب ثم يعود ويقرأ الكتاب مرة أخرى. عيب ما تعملش كده تاني يا غبي. لا ده قصدنا أنا بقى. في حاجة دولة؟ لا مفيش مفيش. الغبي في شعر بيضة في رمش عينه اليمين. مش بسيطة. ولا رمزي عندك مراية؟ يا دولة أهو، خد يا دولة وريني كده أهو. الحمد لله مفيش أي حاجة في رمش عين اليمين ولا عين الشمال حتى. يبقى أنا كده مش غبي يا معلم. عندما تقرأ هذه الفقرة وتذهب إلى المراية بسرعة وتنظر فيها فاقتنع داخليا إنك غبي جدا جدا جدا. أنت يا غبي. أيوه. إيه يا رمزي ما ترد على الأستاذ؟ ما أنا واقف هنا بقول. أنت مش فاهم في التماثيل، بتبيع ليه؟ أكيد أنت غبي واللي مشغلك أغبى منك. كده زفت.
جبتني الشتيمة، أنا أول مرة حد يقول عليا غبي. كذاب طول عمرك غبي. يا بنتي يا بنتي افهمي افهمي، أبوس إيدك، الدرس سهل جدا. يا ماما غصب عني أنا، يا ماما مش عارفة أكتب الدرس، الدرس صعب. ركزي ركزي حموتك. لو كنت غبي اتصل أنا على 0300، 0300 هتساعدك. ده لو كنت غبي، ويمكن تبقى ذكي اتصل أنا على 0300 ده لو كنت غبي. إيه ده؟ إيه المحطة دي؟ مين اللي فتح المحطة دي وجايبينها ليه يعني؟ محدش جاب المحطة يا عادل، أنت اللي جايبها يا حبيبي. طب المحطة دي محدش تتفرج عليها تاني، أنا بقول لك أهو. أوكي يا عادل. هقلب بقى أشوف محطة تانية. والآن مع الفيلم العربي غبي منه فيه. أنا مش عايزين نشوف أفلام عربي، أنا أشوف فيلم أجنبي بقى أحسن. والآن مع الفيلم الأجنبي غباء فغباء. إيه التلفزيون الغبي ده؟ أغبية أغبية، كلكوا أغبية. يا سناء ما تحترمي نفسك، إيه كلكوا أغبية دي؟ في حد غبي تعرفيه قريب منك مثلا؟ أعرفه؟ طبعا أعرفهم، أعرفهم كويس قوي 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 يا عادل. هم مين دول وتعرفيه منين وإزاي يعني؟ طبعا أعرفهم كويس قوي، العيال العيال اللي أنا بدرس لهم في الفصل يا عادل، دول عشرة غباء غباء غباء. العيال اللي بتدرسي لهم الحمد لله، بس يعني سناء غصب عنهم، هم مش ذنبهم ان هم اغبياء، ربنا خلقهم كده يعني عادي يعني. لا يا عادل مش عادي يعني، الغباء ده جريمه، لازم الاغبياء دول يتلموا في حته ويموتوا عشان البلد تنضف من الغباء. يموتوا ايه؟ مش ذنبهم ان هم اغبياء يعني، ربنا خلق لهم عقلهم كده يعني، ما نقدرش نعيب على عقلهم، لان ده حاجه مش بايديهم، كل واحد ما بيختارش عقله يعني. عادل عارف انا لو طول الم مجموعه معينه من الاغبياء واحطهم كده في ميدان وامر باعدامهم، مش رميا برصاص، رميا بالجزم. بالجزم؟ قصدك ايه؟ هم يعني عشان مخهم جزمه هترميهم بالجزم يعني؟ ايه التفكير الدموي ده يا سناء؟ هو ما حدش بيختار عقله يعني؟ ايه انت بتقول ايه يا عادل؟ بتقول ايه؟ بقول يعني ده عنف اللي انت بتتكلمي فيه، ده حرام عليكي. قصدك ايه يا عادل؟ قصدي يعني لو انا مثلا كنت غبي وده مش حقيقي خالص يعني، كنت هتقتليني يعني وتعدميني رميا بالجزم؟ لا لا يا عادل، انت اخويا، احنا دم واحد، احنا اخوات مالناش الا بعض، لكن انت لو غبي بايديا دي اغسل عاري واخلص منك، مش هنيك بالجزم، لا بالقبايب. هتعملي لي فيها شجره الدر؟ ايه يا سناء؟ ايه يا سناء العنف اللي انت فيه ده يا سناء؟ وانا عملت لك ايه يعني؟ وبعدين ده غصب يعني، في ايه؟ ما عادي ان الواحد يبقى غبي، في ايه؟ مفيش حاجه، انا هروح اشوف شغلي ومصلحتي يا ناصير الاغبياء. ماشي روح 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 بطلي غبيوه، يلا روحي. انا لازم اتصرف بعد كده، انا لازم اعمل نقابه للاغبياء وابقى انا النقيب بتاعها عشان ادافع عن كل الاغبياء اللي زي اللي موجودين في العالم كله، ضد اللي زي سناء والعنف بتاع سناء. يا بنتي الغباوه دي، يا بنتي ده انت غبيه ولا ايه يا بنتي؟ مش انا، ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ مش عارفه تحلي اي حاجه لانك غبيه. ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا في ايه بس يا رانيا؟ في ايه؟ مالها مضايقاكي في ايه يا ياسمين؟ انا مش عارفه ايه الغباء اللي هي فيه ده، انا مش فاهمه، مش عارفه تحلي خالص لانها غبيه اثر، وانا مش عارفه هي جابت الغباء ده منين اساسا. قصدك ايه يعني؟ هكون جابت الغباء ده منين؟ هو في حد في البيت غبي يعني ولا ايه؟ انا مش قصدي حاجه يا عادل، بس انا زهقت بصراحه، انا تعبت. ما تحاولي معاها تاني يا رانيا. انا مش هحاول يا عادل، انا مش هحاول لانها غبيه اثر، وانا ما بحبش اتعامل مع الاغبياء. اتفضل انت اتعامل معاها، يمكن انتوا تفهموا بعض. اوف. احنا نفهم بعض على اساس احنا الاثنين اغبياء زي بعض. مالك يا ياسمين؟ انا يا بابا مش فاهمه الدرس، ماما عماله تعقلي وبتقول عليا ان انا غبيه ومش فاهمه حاجه خالص. غبيه؟ انت مش ذنبك يا ياسمين ان انت غبيه، لا دي حاجه ليها علاقه بالوراثه وبالدي ان ايه. انت مش ذنبك ان انت طلعتي غبيه لحد تاني غبي يعني، بس انت كده اثبتي الحمد لله يا ياسمين ان انت بنتي، بنت حلال مغبي. يلا بوسه من البنوته الغبيه لباباها الغبي. يا بابا في ايه؟ بهزر هزار غباوه. دولا يا دولا، ده رابع كوبايه يا دولا.
ايه ده، انا اول مره اشوفك بتشرب كوكتيل كده بالاشكال دي. ايه ده؟ ما هو ده يلا المشروب الرسمي للاغبياء امثالك يعني. المشروب الرسمي يعني زي الراعي الرسمي كده. مش عارف اقول لك ايه يا رمزي، ما انت عصك مش هتفهم يعني. عموما يعني مش قادر اقول لك يا غبي، لان ما ينفعش اقول لك يعني لا تعايرني ولا عايرك، الغباء طايلني وطايلك. دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي؟ فاكرني مش سامعك يا دولا؟ ها؟ انا كلمت نفسي. حته لحته. ايوه نعم. الباشا باشا. الحساب بقى حته عشان نمشي بقى. حسابك يا استاذ عادل، ادي 1 زائد 2 في 34 على 2 75، كل باشا 75 جنيه. 75 جنيه؟ ليه 75؟ اتفضل الورقه اهي واحسبها. وريني كده. 1 في 2، 1 في 2 ب 1 في 2 ب 1 في ايه ده، انا نسيت جدول الضرب. ضرب يا استاذ عادل، ده جمع مش ضرب. جمع جمع يعني، و5 يبقى 85 جنيه يعني. ماشي. لا لا يا باشا 75 جنيه، انا بعرف احسب كويس. تمام 75 جنيه. انا اصلي كنت بختبرك يعني على اساس بشوفك يعني حرامي ولا ايه. 75 جنيه اهو. ايه ده ايه ده ايه ده دول 75 ايه يا عم؟ احنا ادي حته شاربين كام كوكتيل؟ مش خمسه كوكتيل، انا واحد ودول اربعه. والكوكتيل بكام يا عم؟ مش ب 3 جنيه يعني؟ 3 في الخمسه ب 15 جنيه بس يا دول، مش 75 يا عم. صح يا رمز، معلش يا عادل، يبقى حسابكم داخل على زبون تاني. معلش بقى هجيب حسابكم حالا اهو. ولا رمز، انت عرفت الحساب ده كله على بعضه مره واحده كده ازاي يعني؟ هو انت بتروح للدكتور ولا ايه؟ ايه دول انت فاكرني غبي؟ قصدك ايه؟ مين اللي غبي؟ قصدك ايه؟ لا انا مش غبي، لا انا مش غبي، مش غبي، مش غبي، مش غبي، مش غبي. كسرت التمثال يا غبي. ايه ده؟ معقوله ابني حبيبي يبقى غبي للدرجه دي؟ مش ممكن. لا 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 لا، انا هتبرى منه. انت مش ابني، انت غبي غبي. عادل لو سمحت، انا ما اقدرش اقعد مع انسان غبي في بيت واحد. انت غبي غبي، طلعني طلعني طلعني. ايه يا ياسمين مالك؟ كل البنات في الفصل معايا عمالين يقولوا لي يلا يا اللي باباك كذب. ليه يا رب؟ ليه يا رب خلقتني غبي؟ ليه يا رب خلقتني غبي؟ كل عيلتي عايزه تتبرى مني. لا لا، الحساب هو يا معلم، وده الورقه المكتوب فيها الحساب. وريني يعني انت غبي يا جدع، مش عارف تحسب 1 زائد 2 بكام يا غبي؟ حضرتك يعني معلش معلش حضرتك، انا هجيب آلة حاسبة صيني عشان تبوظ على طول يعني حضرتك. ولو حتى اشتريت كام بيوطه، انت غبي غبي غبي. حرام عليك يا دكتور، حرام عليك يا دكتور عقل، حرام عليك. لا لا لا، حرام عليك يا دكتور عقل، حرام 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 حرام. عادل يا حبيبي قوم يا حبيبي، مالك فيه ايه؟ يا ده كان كابوس. يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عادل هو مين دكتور عقل ده؟ الحمد لله الحمد لله. أنا خلاص يا دكتور، مش عارف أعيش، مش عارف أعيش بعد ما عرفت إن أنا غبي. أعمل أي حاجة أبوس إيدك يا دكتور. أي حاجة إزاي يعني؟ يعني شوف لي أي علاج مثلا ينمي الذكاء، عملية تلغي الغباء. لا ما ينفعش في حالتك أي عملية. أمال أنا هعمل إيه يا دكتور؟ الناس كلهم بيتعاملوا معايا إن أنا غبي، أنا خايف أتكلم مع الناس، لا يعرفوا إن أنا غبي يا دكتور. الحل الوحيد وعلاجك ان انت لا تتأرجح، يعني خلاص تقتنع وتتكيف مع الوضع بانك غبي. اتكيف اتكيف ماشي، انا ممكن اجيب تكييف في البيت واجيب تكييف في البازار، وممكن اغير العربيه اجيبها بتكييف حضرتك. مش هو ده التكييف اللي انا اقصده، انا اقصد تتكيف مع الوضع بانك غبي، يعني تفكر في كل حاجه كويس قبل ما تعملها. في الحاله دي تبقى بتفهم كويس. يعني محدش بعد كده ممكن يعدمني بالجزم ولا بالبلغ. ماشي ماشي يا دكتور، هعمل كده هتكيف مع الوضع. بس حضرتك ما قلتليش التكييف ده اجيبه كام حصان؟ غبي. يا ساتر يا رب، الدنيا حر نار نار. ولا ازازه ميه في الثلاجه؟ ايه شربت الميه كلها؟ ده حاجه غريبه والله.
عندك حق والله يا انعام، انا خلاص مش طايقه نونا نفسي بقى من بتاع القرف اللي في ايد زيزي اللي مطلعه لي ميه نار في وشاتي. يا سناء ما تخفي ايدك على الاستشوار شويه هتخربيه. ما انت بتستعمليه بالعشر ساعات وما حدش بيقول لك اقفليه ولا بتريحيه ثانيه. مش معني انا يعني، ولا عشان هو بتاعك هتذليه بيه؟ ماما ماما لو سمحت بقى قومي، قلت انا جلاي من على الكمبيوتر عشان اقعد العب عليه شويه. يا بنتي يا حبيبتي، هي مش قالت لك نص ساعه؟ لسه نص ساعه ما عدتش. سناء خدي حطي لي الشاحن ده في الموبايل. ها يا عم انت مش شايفني مشغوله؟ مش شايف ايديا مشغوله؟ ما تحطه لنفسك. ايه يا سناء؟ بقول لك حطي لي الشاحن في الكهرباء اللي فيها، عايزه يشحن شويه قبل ما انزل. بيبي امتى هترجع لنا البوتاجاز اللي بايظ بتاعنا وبيتصلح؟ انا بقالي اسبوع بستخدم بوتاجاز الكهرباء. وايه المشكله؟ استعملي البوتاجاز بتاع الكهرباء، الكهرباء موجوده، هتروح فين يعني؟ يلا يا سناء حطي لي الشاحن بقى في الكهرباء يلا بسرعه. يا اخي ما تقرفناش معاك بقى، مش بقول لك ايدي مشغوله؟ وبعدين الشاحن بتاعك ده بيلمس، بقعد ساعة مسكة كده لغاية ما بيرضى يشحن الموبايل بتاعك. مش مش انا هتصرف خلاص. طيب خلاص بقى يا جماعة انا هتصرف، انا اقول خلطة نجلة تقوم. اجل بس تعهبت مش كفاية موقفاني في المطبخ بقالي ساعة بعملك عصير الفراولة؟ يعني ما حدش عايز يساعدني؟ ماشي انا هتصرف. يو يو يا عادل شو هقولك؟ بجد مش معقول كده، انت شايفنا كلنا مشغولينيين. الله هات يا عادل احطه انا، سيبك منهم. لا يا ماما بلاش انت عشان ما تتكهربيش يا ماما. يعني انت كنت عايزني انا اتكهرب؟ ما انت لو اتكهربت مش خساره يا ماما، ده مصر كلها تفرح يا ماما. انا هحطه في الشاحن. يا رب تتكهرب يا عادل. أنا مش قادر أصدق كل حاجة خسرناها في لحظة واحدة. يا حبيبي مش عايزة أقول لك، ده كان عامل زي العدواني الثلاثي الكهربائي في المنزل. لا عدوان ثلاثي إيه؟ هو ثنائي، الشاحن والموبايل هما اللي عملوا كده. لا يا بيبي لا، ده كل الأدوات الكهربائية في المنزل باظت، الغسالة والتلاجة والمكوى والمراوح. يعني أنا ناقص مصايب ومصاريف مش عارف. انا عايزه اعرف احنا نعمل ايه دلوقتي بقى. والله ما عارف اعمل ايه، انا قدامي شهر على الاقل عشان يجيلي فلوس. ازاي الكلام ده؟ الله، طب واحنا هنغسل هدومنا ازاي والغساله بايظه؟ هنشرب ميه ازاي والتلاجة بايظه؟ هنشرب العصير المثلج بتاعي العظيم ازاي؟ وانا هجيب فلوس ازاي؟ يا